الو، اتفضل. وين الاسماعيل عدل؟ اتفضل. اريد اطرح موضوع عن التجسيم، تقبل فيه؟ لا حبيبي، احنا عندنا ما هو السبب الحقيقي لاختفاء مهدي الشيعة؟ ايه هو السبب الحقيقي؟ اتفضل. السبب الحقيقي لظهور لقتل اعداء لاعداء اهل البيت. يعني لما يظهر يقتل اعداء اهل البيت، ايوه بالضبط، يعني هو اشجع مثلا اللي من هم علي بن ابي طالب، معلش واحده، اشجع من علي بن ابي طالب واشجع من الحسن والحسين. لا لا بس انا اقول لك شغله، فد شغله، واحده هو واحده يحمل بس، واحده بيده واحده. ذوالفقار. يعني هو سبب هروبه وخوفه ان هو يجي يقتل اعداء اهل البيت. شوف خل اقول لك، انا مو دارس بالحوزه هاي الموضوع، بس انا اريد اطرح عليك موضوع واحد. لا 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 لا، التجسيم، انك مش تقبل. هتطلع موضوع، مش هتطرح موضوع، مش هتطرح موضوع. احنا عندنا موضوع اه الان، ما تقبله، عندنا ما موضوع الان، تقبله. ما عندنا الموضوع الان.